السلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. حبابكم حبابكم والله. دخلت لي واحدة من الأخوات بريئة كده، يبدو على إنها بريئة. قالت لي: أنتوا ليه بتشمتوا في الموت؟ قالت لي: ما في النهاية الجنجويتي ده. لا، هل أنتوا بتقولوا عليه جنجويتي ده؟ قالت لي: في النهاية هو بشر وبني آدم حتى لو أخطأ. قلت ما أرد عليها في الخاص، أرد عليها في العام، واكيد بتحضر في اللايف ده. اولا يا بنت، انا ما دار اظنك واقول عليك جنجويتي او اقول عليك انك مناصرة او دعم للجنجة. فانت قلت في النهاية نازل بشر، وقلت في النهاية هو بني ادم. طيب يا بنت، انا رد عليك في الجزئية دي بالذات، انت مخطئة تماما وراجع حساباتك. الجنجويتي ما هو زول، ما زول الجنجويتي. وبنشمت والله ونضحك للدرس الأخير، وإني لا أفرح بجغم هؤلاء والله العظيم. لو بإمكاني والله أحتفل وأعمل حفلة. الناس اللي شفت قلة أدبهم، شفت فوضتهم يا أخي. الجيش ده قاعد قبل ما ينتج جدك زي العامل في إعلام اللي اسمه حاتم يوسف ولا زفت ده، يا اخي ده بتطاول على المدرعات وبتطاول على القشم بشكل ما طبيعي. تمادى تمادى في قلة الادب. وهو ما بثبت، ما بثبت. انا ما دار اقول لك حاجة اعرفها تماما، خدتها في الحسبان. شوف كل الاعلاميين اللي بيظهروا في الميديا، سواء كان في فيسبوك، سواء كان في تيك توك، سواء كان في اي منصه بتاع التواصل الاجتماعي، ديل الجنجويت حريصين على حياتهم، ما بيزجوا بين في المعارك. ديل بيجوا بعد ما كويس، ديل بيجوا بعد ما شنو، بعد ما الشغله تنتهي. عشان انت كله كويس كل مره تشوف خلقهم دي وتحلف تقول لي: يا اخي والله الجيش ماشي قال، اي والله نازل يعني بسهولة بالخلا، وما ياهو جوفاني قاعد، وما ياهو جوجا قاعد، وما ياهو ما عارف قرنشطة قاعد، وما ياهو ما جوجو يا جوجو ما جوج قاعد، وما عارف. المهم كل الخلق القاعد تشوفه انت الجنجويتية دي، فهذا شغل. وبالاضافة لذاك الجعان ذاك سفيان طقة، فالخلق دي هم حريصين على حياته عشان بتخدمهم في الجانب الإعلامي. دي حرب نفسية ذاتها في حد ذاتها. هم ما رجال، هم لو بيخشوا المعارك دي أحلف لك بالله ينجغموا. علي يعقوب وينه؟ الفلنجان الكبير علي يعقوب وينه؟ أين علي يعقوب؟ كبير الفلاجنة علي يعقوب. المرة الأولى لمن دخل وحاول يدخل الفاجر، المرة الأولى صيد إلها الربابة موتر، ده قبل الجغم. المرة الأولى صيج هربوه بموتر، المرة الثانية صيج مع الجماعة دنجاز، ظهر كان في العزب بتاع الفطيس ذاك عليه لحد ما هو بزهر، قال احنا خفنا وما خفنا. المرة الثالثة ظهر كان رنه كرت سخيل، ده من حاول يثبت انه انا وغايد المعركة وقال احنا في الميدان وما عارف، سمع لك كلام حكامة كده وسكرته كانت قوية. ناس المشتركة وين؟ رفعوا لك تمام. الآن يسأل عن الجرائم اللي ارتكبها، يسأل عن الأرواح كويس البرية اضاعت بسببه.
والله انا اتحداك يا جنجويتي تجيب لنا القيادات الان. جيب عثمان عمليات في ظل كويس، كل قياداتك ديل وحتى الواجهه الاعلاميه يجيهم لنا في معارك حقيقيه، بس خلي يدخلوا معارك حقيقيه. لو ما رفعت لك تمام انا والله تاني ما ادعم الجيش ده، لكن الناس زي يا زول ما بيقعدوا في معارك، ما بيقعدوا في معارك. الناس زي ما ناس دواس الجوفاني زي المحبوسه وياجوج وماجوج الوهم ده عليك الله ده 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 بداوز جيش ما بداوز جيش. فلذلك الجن ده تطاول على القشم والجنجة برام الان بيرفعوا في اخباره انه ما عارف ترحموا عليه. يترحموا على كيف؟ يترحموا على كيف؟ عمل شنو عشان يستحق انه الناس تترحم عليه؟ عمل شنو عشان يستحق انه الناس تترحم على الحمد لله الذي اراح منه البلاد والعباد والشجر والحجر والدواب. في النهايه انت قايل مات شنو؟ جنجويتي يعني. والله العظيم انا سخيل او كل او جرب اجرب احزن على ما احزن على جنجويتي. الناس دخلت اللايف دي تشير باللايف شير، اي زول موجود في اللايف يشير شير لايك ملصقات عشان نتفادى الموضوع بتاع التغيير بتاع الصفحات والبلاقات الكيديه. الزول اللي قال الصوت ده جبين سفرناه. انا يدي سريعه في الحظر يا معلم، يدي سريعه في الحظر. اي زول موجود اخواننا في اللايف ده يشير يشير شير تعال راجع، وحنختصر وحنجيب في نقاط محدده الايام دي. طبعا والله العظيم للامانه في شغل، للامانه في بل، للامانه الجنجويد مبلولين، للامانه قياداتهم تساقطت. هي زاد عليك دينك وايمانك، ماليشيا بقودوها امثال عمر جبريل والفلنقاي الانجغم ده. وزاد الفلنقاي ده قبل فتره كان بيهدد في الجماعه الفاتو بورتو سودان ناس يا اخي اكبر من ابو ذاته، بيهدد فيهم وبصفهم لك بالكيزان وبصفهم لك بشنو بشنو. هسه وين لقيته كيف؟ سلم لنا على علي يعقوب المجقوم، علي يعقوب. طيب في حاجة مبشرة الناس ما لاحظوا لها، الجنجويت في الفاشر بقى يقولوا النقطة اس، النقطة اكس. سرقوها مننا زي ما سرقوا مننا المصطلح بتاع العمليات النوعية. وانت يا جنجويتي العرفك شنو المصطلحات؟ عملية نوعية دي بتشبه جبتها؟ عملية نوعية دي في جيش محترف زي الجيش السوداني ده مصطلح حكر، ده خاص بنا كقشم. انت تدخلك شنو؟ وانت عملية نوعية تعملها وين؟ فطرت انت؟ فطرت انت عشان تقدم او تنسق او تنفذ عملية نوعية؟ وين يا ذول؟ وانتوا الان اي عربيتين تالتهم غايب. العربية الثالثة ركب لها مقدم، اكثر رتب بتاعت مقدم في تاريخ العسكرية ركبوها الجنجويد. معارف جاية معاهم عندهم فيها سر. المهم النازل بس الواحد الواحد زاد كده ركب مقدم. مقدم شنو؟ مقدم خلا. عشان كده نحن قاعدين ننزل لك اغلبهم المقدم خلا، المقدم خلا. والله دي مركبينها هم، ما جبناها نحن من عندنا. الميليشيا الدقلاويه الخلاويه الرتب بتاعت كويس كويس المركبه رتب من الشوالات دي بتركب على كيفها، بتركب على كيفها. فلذلك نحن لا نملك الا ان نقول لك المعلومه كما هي، لا بنزيد ولا بننقص. مقدم مقدم، عقيد عقيد، عميد عميد، كده يعني. تمام؟ فالحاجة المضحكة ودي حاجة أنا جبيل الله العظيم يعني ضحكتني جدا جدا، الجنجويد قال لك في الفاشر عشان تعرف إنه البلدة مشى بعيد وشوف التأثير على الجنجة قدر شنو. بيجوا ما يذكروا أو ما بيذكروا المناطق. ما بيذكروا المنطقة الماشية الأول، مش كان بيقول لك جنجر وحنخش وطلزة؟ بيجوا ما بذكروا المنطقة كويس، بيجوا ما بذكروا المنطقة. انازل بيقول لك المنطقة اكس، اكس يا كبير اكس، ما تقول انا في المنطقة الفلانية. الكلام ده وين؟ ده البلد بتاع الفاشر، البلد بتاع الفاشر ده المختلف يا زول. والله العظيم والله جرد علي يعقوب من كريعاته كويس، من كريعاته وجرف او نظافة الفاشر بيعمق على يعقوب يدخل السريعة في الجنجويد. بيقوا حتى اماكن تحركهم حارسين على، وهم ما في اي تحرك، سكرة بتاع الجنجويدي
تلقاه قاعد نايم يقول لك انا في المنطقه اكس اكس بتاع شنو، انت فطرت يا جنجبتي؟ انت فطرت؟ انت فطرت؟ واليوم في عمليه جبانه، عمليه جبانه، الجنجبي دونوا مستشفى النساء والتوليد. يا سبحان الله، النازل سبحان الله. ها وبعد يجي واحد كويس يتكلم عننا نحن ويقعد يقول لك قال انتوا داعمين للجيش ليه؟ كيف ما ندعم الجيش؟ كيف ما ندعم جيش بلدنا؟ كيف ندعم ميليشيا زي دي وهمي انت؟ هسه دي افعال بتاعت زول محترم؟ ها؟ النازل يا زول هوي ما خلوا فعل كده شنع الا وارتكبوا. تجي تقول لي قال ليه ندعمه او ليه ما ندعمه؟ ما بندعم جنجي والله العظيم ليوم القيامه. نحن واقفين مع بلدنا يا زول، وده حقنا وده جيشنا، ندعم والله لو فضل فيه بود بس كويس. والله العظيم شفت لو فضل بود بس ان احنا بندعم. طيب في واحد اسمه وضع عصام الدين قال ان احنا ما عارف شنو يا زول، انا ما قدمت لك دعوه عشان تتابعني، تتابع مع دكتور قلب، قول امين. يلا سلم البلوك ده، ده جنجويتي ناكر طبعا عشان ما يناي يقول لك انا بدعمك وانا متابعك يا زول، تتابع مع دكتور قلب قد يا زول. انا ذاتي ما بشرفني كونك تدعمني يا جنجويتي، شفت عندك مجرد راي في الجيزة انا ما بشرفني انك تدعمني. طيب نرجع للموضوع يا اخوانا، جنجويت مبلولين والله العظيم ومنهزمين والله، نازل ظروفهم كعبة من الاخر كده، ظروفهم كعبة وظروفهم صعبة، ونازل عليه القسم اعلام بس. الان الشيء داير والخلافات الحاصلة بيناتهم والشائعات كويس الكثير اللي بيطلقوها في الميديا دي، والله ده شغل بتاع ضعف، وده ده اللي يدل عليه انه نازل انتهوا. النازل في الفاشل كذابين والله، غير تلبين المدنيين وقتل الابرياء، والله ما حققوا اي نصر، والله ما حققوا اي تقدم، والله ما غيروا اي حاجه في الفاشر، والله غير انهم هنا انجرموا في الفاشر، غير انهم فقدوا قياداتهم في الفاشر، غير انهم فقدوا الالاف حول الفاشر، وفقدوا مئات العربات حول الفاشر، والله ما عملوا اي حاجه، والله كله طلس، كله سواقه بالخلا، القشم على المشترك على المستنفرين اقسم بالله العظيم قادرين عليهم ومأدبينهم ومطلعينهم الشجره بقفام، ما عاد اسمع عليه الدعايه بتاعتهم دي. انا ما لاقاني متحرك كامل او فزع كامل كده بينجغل، شغل لي جابوا ناس المشتركه بس. دي فنيات جابوا ناس المشتركه. دي فنيات جابوا ناس المشتركه، ده تطور ذاته في حد ذاته، الشغل ده لازم يدرس في المستقبل، والله متحرك بتاع الضعين ده. فزع. جماعه لابسين جلاليبهم يا زول ولافين كده مولاتهم، وقالوا يمكن الشغله زي اللي بيشوفوها في الافلام او بيشوفوها في الفيديوهات بتاعت الجذب. انا قلت لك النازل بيصوروا القروش وبيصوروا الذهب وبيصوروا المنوبات دي، دي في حد ذاتها عمليه بتاع الجذب عشان يجذبوا منه، يجذبوا بقيه الجنجي، يجوا من النيجر، يجوا من تشاد، يجوا من وين، يجوا من وين، مفتكرين انه الامر سهل، لكن الواحد لما بيجي بدخل بمحن 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 كويس بمحن بيبقى في الطريقه اللي بتخارجه. فالنازل حول الفاشر والله العظيم ما حققوا اي انتصار. انا بتساءل وين الانتصارات اللي بحكوا عنها الجنجة حول الفاشر؟ وين؟ وين الانتصارات؟ يعني انت عليك الله ينجويتي مصدعنا بالفاشر وكل الحشد اللي عملته ده وكل الدعم كويس؟ كل الدعم الوصلك ده عشان ده كله عشان تخش لك اجزاء او جزء من حي ده انت بتعتبره كده خلاص؟ وقلت الفاشر، انت قال الفاشر ده تسقط بالخشم ولا شنو؟ جنجة اي سكرتك ما فكت ولا شنو؟ انت قال بتسقط بالخشم؟ وفي جروباتهم ببكوا وي وي والفاشر دي وخانونا، وي ما في زول خانك جنجويتي، ما في زول خانك بالمناسبة، انت خانتك القدرة، خانتك الشجاعة، خانتك عدم المعرفة، خانتك الرجالة، ما في زول خانك بالمناسبة، ما في زول خانك يا جنجويتي، انت خانتك عدم المقدرة، انت تفاجأت بأن الشغل ده دخل فيه طرابورو، تفاجأت بأن القشم بتاع الغربية بتاع الساسة ديل برنامجهم بيختلف ومسيحهم بيختلف ودقهم بيختلف وبلهم بيختلف،
ده الخانك، ما فيزه الخانك والله، لا في خيانات ولا تقعد تطلس تقول قال يا اخ والله العظيم على يعقوب ده سلم، ما فيزه سلم على الفلان، قال على يعقوب ده الجماعه ده اللي من بدري مخططين له، دقس وتلحس. وهسه انت خلي النرجوب، خلي على يعقوب ده، ها النرجوبه، النرجوبه بشوك برضه، والله نحن برضه عشمانين فيهم. القرعة إن شاء الله بتقع في واحد فيهم، يا النرجبة يا أبشوك بإذن الله، دي كده هتكون ضربة بتاعت معلم يا جنجبيدي. فالبل مستمر، وأنا والله العظيم راهنت على كويس قشم أساسة ديل، وراهنت على الطرابور وعلى المستنفرين، والله ما بتدخل الفاشر، والذي رفع السماء بغير عمد كويس، وبإذن الله تعالى ما حتدخل الفاشر، ما ده مستحيل مستحيل. امسك كلامي ده، امسك كلامي ده عليل كده، اتحداك باذن الله تعالى الفاشر ده ينجويتي ما بتدخله الفاشر ده، غير انك تتكبد فيها خسائر، وغير انها تكسرك ومنا وان لك لقدام، والله العظيم انت براك جلبتها، حتى لو انت ذاتك كسرتها كويس، حتى لو انت ذاتك كسرت الحلق بتاع الفاشر ده، والله العظيم احنا بنكسر الحلق باقي المناطق اللي انت قاعد فيها، او بقيه المناطق اللي انت قاعد فيها وسيطرت عليها الان، ما قادر تدير فيها ولا قادر تعمل فيها اي حاجه، بقيت كويس بلا للناس. في ناس بتمنوا ايام الجيش، والله العظيم الان في ناس في نيابه، وفي ناس في الضعيد، وفي ناس في الجنينه، بقول لك يا ريت لو كان الجيش موجود، شافوا شغل، شافوا انتهاكات، ويكتبوا في الخطابات، خطابات تكتبها لهم، هما جنجوت فطر، هما جنجوت فطر، جنجوت فطر عشان خطابات، هما القيادات ظاهرين، انت قال لك في قيادات ظاهرين يا معلم كده عشان تكتب لهم ويجي يديروا الموضوع، دي اسم القوي عقل الضعيف يا زلمه، احنا عارفين اي منطقه طلع منها جيزة حتتبلى 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 حتتبلى. على العموم الناس تطمن يا اخوان، الفاشر بخير، والفاشر عصيه على الجنجويت، وما يدور حول الفاشر تدوين جبان من الميليشيا واستهداف مباشر للمدنيين المتواجدين في الفاشر الصامدين، التحية لهم، وهم ذاتهم والله العظيم سطروا ملحمة كونهم يصبروا ويصمدوا كويس، والله ده ماشي سهل، ده ماشي سهل. وزي ما قلنا لكم يا بقية شباب الفاشر الما حمل السلاح يمشي يحمل السلاح، دافع عن أرضك وعرضك، دافع عن أرضك وعرضك، دي قضية مصيرية تكون أو لا تكون، وقطعا بإذن الله حتكون يا مواطن يا شريف. وأي تآمر أو أي ريحة بتاعت خيانة أو شكت في أي زول عنده تواصل مع جنجوي الدل، ما عليك إلا إنك تبلغ. طيب عندك أنبار، طبعا الجنجويت بكتب وساوي ما عارفين هناك الرصة وين، ما عارفين ايش الحاصل في وادي أنبار شنو، واتجاهات وادي الهور هناك ما عارفين، الجنجويت هناك داخلين في فتير كبير جدا جدا، وانا زي ما ذكرت لك سابقا ما تصدق اي اعلام، والله العظيم مجازر بترتكب الان في الجنجل هناك، مشتركة مقفل الجيم هناك وما مخلي لهم فرقة، بل زي البل يا عمك، وكل شغل شنو كالتامي. طيب نجي لبابا نوسى، بابا نوسى تمام، بابا نوسى ده انا ما حافوت ذكرى في اي لايف او في اي تقرير حتكلم عنها، بابا نوسى السبات، بابا نوسى الصموت، جماعة كسروا حنك بابا نوسى وصيجوا زعلانين، مشوا انتقموا من انسان الفولة، بل انهم اشتبهوا في بعض، النازل بقوا يهلوا سلم العساكر، بقوا يهلوا سلم اي زول اي زول اي زول، لقوا بقول لك تبع ابو الدا، اي زول لقوا بقول لك انت تبع ابو الدا، اقسم بالله نازل فكت منهم عديل كده، ديل الناس المبلولين، بقول لهم ناس بابا نوسى هناك جروا جروا يا اخي، زول العينو قايس ثاني للفرقه دي، قال بعد تسقط ويجي يستلم صيج، الان دخل الفوله شايفه قاعد في الفوله، شايفه قاعد في الفوله، انت قايس ثاني عينوك لمنطقه بتجري، ما تقعد عشان تمشي تقعد في مكتبك، مكتب قايس ثاني ينتظرك يا جنجويتي. العموم بابا نوسى عصية على الجنجويت، وبابا نوسى دي جنجة زي ما قلنا لكم
كملت كلامكم. اي زوج يسرح ينجال يا صيج، واكتر زول حريص في الدنيا دي على الحياة دي وما كانش فيها برشم. والله يا برشم لو كان قعدت كان حصلت الصيني، والله العظيم كان كويس حصلت الصيني ده لو قعدت فيها جنجويتي. طيب دقيقة، إني أشتم رائحة جنجويتي هنا، دعونا نقوم بحظره. هو يا جنجويتي أنا حام نقبلك في الحياة دي كويس. قال اتقبل الراي، وجنجويتي عنده راي، وانت كمان لابس لك كاكي بتاع جيش. جنجويتي عندك راي، عنده راي. عوض الامام استنى البلوك ده، انت ذاتك انا ما قبلانك في الصفحه، يلا قد خارج من هنا كويس. طيب ده النوع العادي، ممكن اقول لك امشي واعمل مقابلات مع الجنجويتي واحترف بهم، وانا احترف بجنجويتي يا زول والله العظيم من باب الاحتقار كده، ما بيرد على جنجويتي ولا ابن عبد الرؤيا زول، ولا يقعد في صفحتنا هنا، ما في زول اساسا طالب هنا متابعين. اي زول متابعين، انا متابعين على ثقه، وفي ناس قاعدين معي في الصفحه دي كم سنه، دي الناس اللي بنعرفهم. ما نلملم ناس ساكت جنجويد وقحاط شنو، والله لو شميت بس لو من بروفايلك بس شميت انك جنجويد او معادل القشم بشوتك برا. شي شخص ده سكن جدنا بس انا ما عندي لك حاجه، لكن تمشي على القشم ده بنبل لك طوال. طيب يا اخوانا خلونا في الشغل وخلونا في البل، نمشي العاصمه قربيهم درمات، في تقدم ملحوظ فيهم بدات للقشم. جماعه قال لنا ما تذكر اماكن تواجد الجيش، وما نذكرها كيف؟ هي الميديا كلها، الميديا كلها الناس عارفينها الليله الجيش كويس؟ الناس عارفين كله الليله الجيش اتقدم فيهم بدات. وصل وين وصل وين؟ يجيك واحد قبل اللايف يقول لك على قلب الله ما تذكر، والله العظيم الغريب انه في واحد مقدم جيش، لكن برضه اساعدتك تمشي بكلامك ما في مشكله. ما حنذكر، على العموم بشكل عام الجيش اتقدم قربي ام درمان، تقدم ملحوظ، تقدم بذخيرتهم. استلم البلوك ده نادر عبد القادر، استلم البلوك ده، صوت مطر في جبهتك كويس. تقدم عديل، تقدم بالاضافه. يا اخوانا شايف اللايف ده وقع، اي زول موجود في اللايف ده يشير خمسة دقائق للشير، اي زول موجود في اللايف ده يشير. يا يعني اخوانا ندعب نجمع زي ما بيقولوا كده معلومات مساهر الليالي، والواحد يا ضيع ساعات، انت قادر تحضر لك اقل من ساعه وبخلان بالشير. انت قال الشير ده شنو؟ الشير واللايك ده عين شنو؟ عشان الفيسبوك الخوارزميات بتاعته كويس، او من ضمن السياسه بتاعت فيسبوك اي صفحه فيها تفاعل حتظل موجوده وان كثرت البلاقات يا معلم. الواحد تقول له شير عين لك، شير واعمل لايك يا زول، ده لو انت قشامي، او ما لو انت جنجويتي ده بلغ وتخارج، ده لو انت جنجويتي. دقيقتين للشير. للأمانة في ناس ما بيعرفوا الشير، واحد بيجي بيقول لك يلا شوف هسه انا بالتليفون الثاني فاتح الصفحة بتاعت شغال فيها لايف دي، ما لاقي اي لايف، بلاغات ولا ما بلاغات، بل ولا ما بل، والله ما لاقي اي لايف. ها بل ولا ما بل. بلاغات ولا ما بلاغات. طيب نرجع لموضوعنا، قلنا يا اخوانا الجيش راحل فيهم بدات بيعفش وعديل، راحل بتعييناته، ده معناه في شغل كويس تقيل جدا جدا. في بل حاصل، في بل حاصل للامانه يعني، في مبدات وفي تقدم وفي شغل بتاع مدفعيه، وانا امس ناديت وطالبت وتراسلنا في الموضوع بتاع انه يا اخواننا في قلنا مجموعه من القشم متواصل معانا بخصوص انه يعني صبوهم في حته كده من قبل العيد قاعدين فيها وما فيها تقدم، وهم بيطالبوا كويس بالتقدم. الليله شايف في شغل، في شغل، عشان كده اخوانا دائما نقول لكم الكلام اللي احنا قاعدين نقوله في الميديا ده، ما قاعد نتكلم عن الفراق، ما قاعد نتكلم عن الفراق، وعندنا كلام كده احنا بنرسل الرسائل بالله انت ما عندك معه شغله، اذا الكلام ما نفع معك خلي لنا هنا بس. في ناس الواحد بتضايق وبقول لك تكتبوا كده ليه؟ وما نكتبه كيف؟ ما لابد من انه الواحد يكتب يعني. استلم البلوك ده، استلم البلوك ده كويس؟
فاجنو الواحد لو كتب حاجة بيكون قاصد بقى رسالة معينة تطلع منها. طيب في تقدم غربي ومدرمان وفي شغل كويس جدا جدا، والأيام الجاية حتشهد مزيدا من التقدم ومزيدا من البل بإذن الله، وحيكون في تقدم ملحوظ. أبشركم تماما يا ناس أم درمان، يا ناس أم درمان. أي نعم في تدوين وفي هناي، لكن برضو ده ما بخلينا والله العظيم نرجع ورا، ده بخلينا أكثر عزيمة وإصرار على أننا نسحق ما تبقى من الجنجويد ونداهم أوكارهم كويس المتلبدين في دي قاعدين بغادي. ناس عمك سالم قاعدين في المنصورة بغادي بهناك كويس، قاعدين بيقادم هناك، ما دعنا نتقدم ودبتكم في الشفة وهنا انتم هتجوا عشان تشوفوا الشغل زي الشغل. طيب نمشي جنب الخرطوم، مدرعات الدروع لا يجي ربع، الدروع اللي كملت الاشاوذ بذة كويس، الدروع اللي كملت الاشاوذ برضو عملية كده غريبة عجيبة، قشم الدروع في كمين محكم جرى معدد كبير من فلنجات الجنجبيل، وجزء كبير شاف الجنجبيل مثلا في الجروبات دي اللي عاملين فيها دارين يباغتوا وعاملين فيها دارين يفاجئوا. تفاجئ من يا جنجبيل؟ دي الدروع، دي المدرعات يا، دي التاريخ يا، دي لحد الان ما في زود جغم جغم من الحرب دي بدت الا باستثناء الطيارين اللي بندقوا الجماعه بدايه الاحداث. جاي هسه انت لما كنت اكثر من بتاجم في اليوم بالالاف بالالاف ما قدرت تعمل حاجه، هسه عليك دينك وايمانك من الملك عمر جبريل ومعاه وجنا اللي اسمه حاتم ده، ديل بسقطوا لك الدرع، ديل بسقطوا لك الدرع. اسال كده البلد كيف جرم ولا ما جرم؟ قناصين والله بارتياح شبع فيهم شبع، بارتياح يا معلم. والله العظيم شبع فيهم شبع، والرمل ده طفى النور منه بل ولا ما بلا جنجويتي. وتعالي تعال بدري، انا بدردك فيكم بالمناسبه يا جنجا، والله لازم بحمس فيكم، عليك دينك تعالوا بدري تاني. جاي لكم ب 23 وجاي لكم بعدد من الدوشكات وجماعه شايلين جلاله قالوا جاي. طيب يا جنجويتي عرفت الجلالات وين كتر الله خير الجيش يا زل. على العموم تم الجغي متم البلوى، وانا بقول لك الدروع لاي جربوع. برضه بتحيي الناس المدرعات عموما او القشم ملوك المدفعية، تحية لكم، تسخينتكم ظابطة، دائما ركزوا على الصباح، ركزوا على الصباح، جنجا وكون سكرانين بالليل، دقوم الصباح، دقوم يا اخوان الناس زي جنجا دائما كونوا سكرانين باللوم، ركزوا عليهم، بل زي البل. طيب نمشي بحري، بحري الليلة برضه فيها أهداف تم اختيارها بعناية وتم جغمها بحمد الله أكثر من 6 هدف، شغل بتاع مسيرات وشغل بتاع مدفعية بالإضافة للعمل النوعي البسيط أو زي ما أنا قاعد أسميه الشطيف. في حاجة تانية المصفى، المصفى والله بنقزقز بيه، ما في زول يقول لك قوات مجهولة، لا ده القشم دق المصفى، ما دارينه، ما دارينه المصفى ده ينجي. مش قاعد فوق جنجويدي حق أبوك ينجرم طوالي، وين المشكلة؟ تتبكى بس، تبكي كده بس، تبكي كده. من أمس لحد الليلة 7 عربات، 7 عربات حول المصفى تم جغمها، وزي ما قلت لك كيمان بتاعهم ذهب وذهب وكيمان، انا ما عارف ديزم شنو، امس نزلت لك ده انجغم وخبر تاكد، وانا ما قاعد اجيب لك حاجه ساكت، تم جغمه بنجاح، بالاضافه برضه للمدفعيه قاعد تقزقز فيهم، يرفع يقول لك قال الفلول قنعوا، يا زول الجيش قنع من امه زاد، ده الجيش السوداني ده المفلول، فلول انت يا جنجويت يا يا صناعه الكيزان انت. طيب نمشي على الجزيرة، في شغل كويس، في شغل في الجزيرة على خفيف، وفي محور متقدم على محور، وانتم عارفين يا اخواننا عشان ما يجي يقول انتم قاعدين تعملوا تفرقة بين القشم، لكن في محور عادل كده، في ناس عندهم إرادة وفي ناس عندهم عزم وشغالين يا اخواننا، وفقدوا عدد كبير جدا جدا من الأسرى من الاسم شنو من الشهداء، لدرجة انه في أسر حاصل في عساكر بتاع الجيش في الجزيرة دي اتأثروا في موضوع، في اتنين اتأثروا ده في الأيام اللي فاتت دي، لكن برضو في تقدم وفي محور أفضل من بقية المحاور، عارف إنه كويس يا إخوانا، وشغله قاعد يترفع، ما شغل بتاع مسيرات ولا شغل بتاع
مدفعية، ده شغل بتاع مطاقشة عديل، بتاع مطاقشة عديل، وده خلى أعداد كبيرة من الجنجة وارتكازات كبيرة من الجنجة تابعة للجنجة تنسحب تنسحب. الشغل ده لو بالطريقة دي في بقية المحاور أقسم بالله العظيم كان دخلنا جنجوي ده الفتيل. هاي المحور تشوفه فوق ناس فرحات هنا، ده أنشط محور الآن شقل، أنشط محور شقل. السبب شنو؟ والله العظيم أنا حتى ما عارفين بقية المحاور الخمول ده شنو والتثبيت ذاتنا. وبالمناسبة الشيء ده بأثر على معنويات القشم يا إخوان، أنا ما عندي حاجة بدسوها، أنا بطرش لك الحاصل بس، ده بيأثر على معنويات القشم، جزء شغال وجزء ما شغال. التحالم شغالين، تمكنوا من رجع عدد كبير من عربات المواطنين، جاءوا عدد كبير من عربات الجنجويت القتالية، أسروا كذلك عدد كبير جدا جدا، وبالين وشغالين. طيب الموضوع بتاع كيكل يا اخواننا، نحن دائما قاعدين نعمل للهناي داك معالج، شنو كيكل؟ ومنو قجة؟ ومنو الجوفاني؟ ومنو معارف بقال؟ ومنو منو منو؟ ده ما نعرفهم يا زلمه، ده النكرات ساكت، ده النكرات شنو معارف جغم اخو كيكل؟ جغم اخو الجوفاني؟ جغم اخو منو؟ هم ده المنو ذات، يعني احنا نركز مع اقرباهم. في موضوع انتشر انه قايس ساري نائب كيكل حققت معاه الاستخبارات الجنجويتيه، انا ما عارف هم لسه عندهم استخبارات في قصه تخابره قال مع الجيش. انت الموضوع ده بس من طلع كده ما تعرف انه الموضوع طلص بس منه كده، ولو في موضوع زي ده بيطلع اساسا بيناتهم ده جايب لنا الفقر ذاته. والله العظيم احنا ما لهم الكلام زي ده، ان شاء الله يدو اربيجي في راس مالنا، ما لهم احنا ديل زيتهم في بيتهم. ركز لنا مع المهم، نحن دارين شغل، نحن دارين صلاه تكفل، دارين الربيع بيقادم هناك يشتغل، ما اشتغل نحن الايام الجايه اخواننا من بعد بكره، الربيع ده ما اشتغل بنفعل هاشتاج هنا اقاله الربيع يمشي، شوف له شغله ساعدت اللي هو الربيع ده. والله العظيم كل حاجه طلبها وصلته، ما دار تقدم له شنو؟ سؤال محتاج اجابه، ما دار تقدم له شنو؟ ما يقعدوا طلصوا الأهم ده يلمعوا الموضوع ويقعد يقول لك لا لا زول نايم ما شغال. والله العظيم عنده قشم وعنده سلاح يتحرك بس. طيب نختم بشرق النيل، والموضوع ده ما حياخذ زمن كثير، انا دار اوضح للناس الحاصل في شرق النيل اخواننا. شرق النيل دي في ناس بيقول لك مع قلة جنجويد وفيها سلاح كثير وفيها قوات كثيره وفيها شنو يا اخواننا، شرق النيل دي اعلام فقط دعايه فقط. أغلبية أو 95% من الارتكازات الموجودة في شرق النيل من أبناء شرق النيل نفسها. قبل فترة شالوا منهم جزء ودوه بحري لو لاحظته، العربية اللي اتقبضت فيها قروش وفيها عدد كبير جدا جدا من المنهوبات، وبالإضافة لعدد كبير جدا جدا من المستنفرين، كان جاغمهم ناس القدر وديل ديال كلهم ابناء المنطقه. الان الحاج يوسف او شرق النيل عموما، شرق النيل عموما ما في قوات كده بيقولوا عليها قوات اساسيه كده تتبع الميليشيا، كذب ما في، كلهم مصنفرين ومنقسمين لقسمين، جزء كبير جدا جدا كويس ديال الشفشافه وشغالين يأجروا في الشبكه كويس، ولافين واحد تركاب له سبع طلاب بتاع كاكي فانيلا بتاعت ما عارف ملكيه فوق وبنطلون بتاع كاكي وشايل له سلاح، وديل نفسهم كان بيطاردهم الشرطه العسكريه التابعه للمجموعه الثامنه التابعه لطبيق ولا زفت، ده كان بيطاردهم عشان تزجبين في المحاور الثانيه وكانوا رافضين. اما المجموعه الثانيه او الجزء الثاني فديل قاعدين من هم الناحيه الشرقيه وقاعدين في المداخل وسلاحهم ذاته ما السلاح اللي بيقولوا عليه، يعني ديل اللي الجيش قال بسم الله في شرق النيل دي اقسم بالله ما حتاخذ وقت، حتكون اسهل من امدرمان، اسهل من بحري، اسهل من اي حته المعقده او التعقيد او الحته الصعبه ممكن تكون جنوب الخرطوم دي، عشان الناس تفهم القصه والجزئيه بتاعت شرق النيل. يا اخوانا لحد هنا ونقف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.